أنا خلال 40 يوم كنت متعلمة الإنجليش والأمريكان أكسنت، وتعلمت سواء أنا ما بعرف شي يعني سيارة. أنا هذا الرجل صنع من شخصيتي شخصية تانية تماما. كثير الناس يعني السيدات يركزوا عليه، لانه اول كف بتاخديه راح تتعودي على طول تنضربي. وانا كان لازم من اول كف اخذته كان لازم انا اكسر له ايده. كان حيقتلني وخسرت جزء من جسمي. انا فقدت طحالي بسبب احمد سعد. قلت لا لبيب علاقة زواجي يلي هو ما كان بيشوفها لصالحي. إذا رجع فيك الزمن كمان بتقولي لا؟ أبدا، ما بزيح عن طاعة بي شعرة. ضربك أمام بناتك، توصفي الحالة دي إزاي؟ فيها كسر لأمومتي كلها، فيها كسر أمل بناتي. حتى لو عقلك وقلبك عايز عكس ده، لكن أنت لازم تاخدي القرار، لأنها بتهد قصادها بناتها. بنتها هتتضرب وهتستحمل اللي أمها بتشوفها بتستحمله.